بالنسبة للحسابات الفلكية، وهي في الحقيقة كما قال العلماء هي حسابات قطعية يقينية دلت على أن إن شاء الله فاتح رمضان لهذه السنة 1445 2024 ميلادية سيكون فاتح رمضان إن شاء الله هو يوم الثلاثاء 12 من شهر مارس، نظرا لأن الرؤية تستحيل يوم الأحد 29 شعبان لعدم توفر الحدود، لأن العلماء حددوا مجموعة من الحدود لرؤية الهلال، رؤية بصرية عارية يعني غير مزودة بالتلسكوب وغير مزودة بالمنظار المزدوج، وإنما تكون رؤية كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذا المعيار الذي اتخذه المغاربة هو معيار شرعي مجمع عليه بلا خلاف، ولذلك نجد المغاربة ولله الحمد يدخلون الشهور بصدق وتخرج عندهم الشهور بصدق. إذن فرمضان إن شاء الله هذه السنة سيكون يوم الثلاثاء 12 من شهر مارس الإداري. نعم، ويمكن هنا نتحدث عن بعض الحدود، لأن العلماء قالوا أول ركن من أركان الرؤية، ركن رؤية الهلال، الاقتران وما يسمى بساعة الاجتماع. لا نتحدث عن قوس النور ولا قوس الرؤية ولا قوس مثلا، كاين هناك قوس النور وقوس الرؤية ودقائق النور وقوس المكت، هذه الأقواس هي أساسية أيضا، ولكن هذه الأقواس تضمحل مع ساعة الاقتران، وقبل ساعة الاقتران وساعة الاجتماع تكون هذه الأقواس تكون جميعا يعني كلا شيء. ما معنى ساعة الاجتماع؟ الاقتران، والاقتران ينقسم إلى قسمين: اقتران سطحي ويختلف باختلاف الأماكن، واقتران مركزي. هذا الاقتران المركزي يكون في لحظة واحدة في الدنيا كلها، لا فرق بين مثلا بين المغرب والسعودية وباكستان وأمريكا وأوروبا، لأن هذه اللحظة هي لحظة عالمية. وعندما يكون مركز الشمس ومركز القمر ومركز الأرض في خط مستقيم في خط واحد، هذا يسمى بالاقتران المركزي، وهذا ركن أساسي فيما يتعلق برؤية الهلال، وهو الذي يحدد عمر الهلال، يحدد عمر الهلال. فإذا كان للهلال عمر، يمكن أن نتحدث مثلا عن قوس الموكت وعن قوس النور وعن قوس الرؤية وعن ارتفاع الهلال. أما قبل الاقتران السطحي يعني له قواعده الخاصة، ولكن يختلف باختلاف الأماكن، ولذلك الأساس هو قوس أو لا مثلا الاقتران. والاقتران عندنا مثلا سيكون إن شاء الله مع السادسة، مع التسعة صباحا يكون مثلا الاقتران المركزي، وبالتالي عمر الهلال يقل عن 10 ساعات، عمر الهلال 9 ساعات و40 دقيقة. بالنسبة للإضاءة في الهلال يوم الأحد 29 من شهر شعبان، الإضاءة ضئيلة 0.26%، وكذلك الارتفاع 4 درجات، ويشترط أن تكون مثلا 9 درجات 10 درجات فما فوق ليرى الهلال.
بالنسبه لقوس النور ويطلق عليه الاستطاله، هو ايضا 6 درجات، كل الحدود منحطه عن المطلوب، وبالتالي فشعبان سيستكمل 30 باذن الله سبحانه وتعالى، وسيكون فاتح رمضان هو يوم الثلاثاء باذنه سبحانه وتعالى. هذا ما وهذه القواعد هي قطعيه، والرؤيه يعني يوم الاحد تستحيل في العالم الاسلامي، يستحيل من راى من ظن انه راى الهلال او زعم انه راى الهلال في هذه الظروف فرؤيته غير صادقه. لماذا؟ لان قوس النور منحط، قوس الموكس منحط، الاضاءه منحطه، عمر الهلال اقل من المطلوب، كل حدود غير متوفره، وبالتالي فنجزم باذنه سبحانه وتعالى، لان العلماء يقولون علم الفلك حجة في النفي، حجة في النفي، هو أيضا حجة في الإثبات، ولكن الله تعالى تعبدنا برؤية الهلال ولم يتعبدنا بالحسابات، لأن لا تكلف في الدين، هو حجة في النفي وهو أيضا حجة في الإثبات، ولكن علماء الشريعة الله يقول بأن الله تعبدنا سبحانه وتعالى برؤية الهلال، هو رؤية بصرية عارية يعني غير مزودة بشيء، وهذا في متناول الجميع، ليس الدين جاء للخواص، جاء لأهل الفلك مثلا وحدهم أو جاء للعلماء وحدهم، بل جاء لعامة الناس، ولذلك يقولون علم الفلك حجة في النفي وليس حجة في الإثبات. لماذا؟ لأن إذا عم الغيب ولم يرى الهلال، عم الغيب مثلا في جميع أنحاء البلد، إذا فالناس يستكملون 30، ولو قال العلماء بأن الهلال يمكن رؤيته، نعم هذا فيما يتعلق برؤية الهلال وبالنسبة لبداية رمضان بإذنه سبحانه وتعالى.